هاي. أول جمعية خاصة بالنباتيين أو vegetarians تأسست بإنجلترا سنة 1847، وكان هدفها أن تبرهن للناس أنه فيهم يعيشوا نمط صحي من دون تناول اللحوم. عدد الدراسات بتدل اليوم أنه النظام النباتي بيقوي الميتابوليزم بالجسم وبيخليه يحرق سعرات حرارية أسرع بـ 16% من إمكانياته بحال استخدام اللحوم. في نظريات بتقول أنه البشر مصممين ليكونوا إربيفور أو عواشب، لهيك درسنا مسطحة ومناسبة للطحن مش للتمزيق. نظرية تانية بتعتبر أنه اعتماد النظام النباتي ممكن يساهم بإطعام عدد أكبر من الأشخاص، والأماكن المخصصة للزراعة تعطي نسبياً كمية طعام أكبر من المساحات المخصصة لتربية المواشي. بيحتاج إنتاج اللحوم لكمية أكبر من المي مقارنة مع المنتجات النباتية. مين قال إنه دراسة بريطانية أخيرة دلت إنه كل ما ارتفع حاصل الذكاء عند الطفل كل ما زاد احتمال إنه يتحول لشخص نباتي؟ أنا قال بشوفكم بكرة.